بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الشابتر الخامس اللي هو بيتكلم عن measuring the occurrence of disease، قياس حدوث المرض. او عامة الباب ده هيتكلم عندنا في حاجتين مهمين جدا، وهما الموربيديتي والمورتاليتي. الموربيديتي هي الوفيات، والمورتاليتي اسف الموربيديتي هي الامراض، والمورتاليتي هي الوفيات. تمام. اول حاجة هيتكلم عنها الموربيديتي ريت، اللي هي معدل الامراض، هي ريت ذات ميجر ذا ديزيز، المعدل اللي بيقيس الامراض. يبقى المورتاليتي هي ريت ذات ميجر ديس، المعدل اللي بيقيس الموت. تمام. بعد كده هيتكلم معانا عن شوية ديفينيشنات كده في الموربيديتي، وهي اول حاجة البروبابل كونديشن. لو دخل عندي مريض بيتعامل معايا على حاجتين، اول حاجه البروبابل كونديشن والكونفيرمد كونديشن. الحاله بتتقسم عندي بروبابل لما امتى؟ لما يجي لي مريض عنده سبيسيفيك ساين وسيمتومز، يعني المريض ده اول ما يخش لي الاعراض بتاعته دي تنص على الامراض الفلانيه والفلانيه والفلانيه، يعني المرض بتاعه بينص على 1 2 3 4. دخل لي مثلا مريض عنده سخونيه وترجيع وصداع ومش عارف ايه، انت يا اما عندك انفلونزا يا اما عندك كورونا، انت لسه probable، لسه احتمالية الحالة المحتملة. لو بقى عملت additional investigation، لو زودت investigation laboratory test، اختبارات معملية اكس راي، بعد كده الكلام ده كله اول ما يخلص هيبقى عندي حالة اسمها confirmed condition. بعرف من حالة الكورونا من مرض الانفلونزا بان انا بعمل مسحة، بعمل بعض الاختبارات بعرف منها ان كان دوت مريض فعلا عنده المرض ده او لا، يبقى confirmed هي حالة مؤكدة. تمام. بعد كده هيقول لنا ان الموربيديتي اند مورتاليتي ريت، معدل الوفيات والمرض، used to for identifying، بيستخدمه لتعريف the characteristics، الخصائص of individual، خصائص الناس who have، اللي جالهم بقى this disease او health، جالهم مرض او health problem او مشاكل صحية. تمام. وكمان بيقيس لنا ال environmental condition، الحالة البيئية that favor the condition، اللي بتساعد على الحالة المرضية اللي حصلت عندي. تمام. هنعرف أهم حاجة في ال morbidity rate، أول حاجة ال incidence rate، معدل الحدوث. أقيس معدل الحدوث بتاعي ازاي؟ أول حاجة هعرفها عدد الناس اللي جالهم المرض، يبقى هي بقيس number of new cases على الميد يير بوبوليشن ات ريسك، عدد الناس اللي موجودين تحت الخطر ده في 1000. بمعنى مثلا جالنا من وقت من الاوقات كانت الكوليرا عايمة في مصر كلها. تمام. لما حبوا يعرفوا اصابت قد ايه من الشعب، عرفوها ازاي؟ عرفوا ان هي بتصيب 100 من اصل 1000، عن طريق ان هم جابوا عدد الناس اللي موجودة في مصر كلها قسموا عليهم عدد الناس اللي جالهم الكوليرا، يبقى عدد الناس اللي جالهم الكوليرا مثلا كانوا 100 على 1000، طلع لهم 10، في 1000 طلع لهم 100، يبقى كل 1000 حالة هيبقى عندنا 10 حالات. تمام. امتى معدل الحدوث دوت يزيد؟ عندك معدل الحدوث دوت بيزيد مثلا اولا سيجونال، بمعنى او سيزونال اللي هو زيادة الموسمية، تظهر الانفلونزا اكتر في الشتاء، يظهر الرمد الربيعي في الربيع، يظهر مثلا حمى النيل اللي بتيجي للاطفال في الصيف، مش عارف يظهر المرض ايه، هو مرتبط بسيزون معين، هو مرتبط بفصل معين، او ايبيديميك ان يكون في جائحة مسكت العالم كله او مسكت مثلا البلد دي، او ان يكون في فيلير اوف برايمري بريفنشن، في عندي فشل في الوقاية الأولية، زي مثلا لو جه شال الأطفال لأطفال معينين، يبقى ده بسبب ايه؟ إن في فشل في التطعيمات اللي حصلت. انت في تطعيمات بتخش كل سنة، الحملة اللي بنروحها دي وبتاخد فلوسها بعدين، بعد سنة مثلا هي الحملة دي، لو جاي الطفل مثلا شال الأطفال أعرف إن كان في عندي فشل في التطعيم بتاعه في الرعاية الأولية بتاعته. بعد كده هتكلم عن البريفلنس ريت، prevalence rate اللي هو معدل الانتشار. الاول اللي هو الانسيدنس ريت هو معدل الحدوث، انما البريفلنس ريت هو معدل الانتشار.
معدل الانتشار بيتكلم عن جميع الحالات اللي موجودة. يعني الاول انا كنت بقول في الانسيدنس ان جالي 100 حالة كوليرا في اليوم، فبعرف ان هيزيد لي بنسبة 10%. انما بالنسبة للبريفلنس ريت ديت بقى كله حدثت بنسبة قد ايه في الصين، يقول لك number of all present cases، عدد الحالات اللي ظهرت كلها على ال mid year population at risk، متوسط عدد الناس اللي موجودين في 1000. نحفظ القانون الاولاني وهذا القانون التاني. تمام، ال prevalence rate هيزيد امتى؟ اول حاجة لو ال new cases increase. معدل الانتشار هيزيد امتى؟ لو الحالات لو في حالات كتير جالها المرض، او ال disease last long time before recovery، او المرض ده فضل فترة طويلة بعد ما الناس تعافت. طب امتى يقل؟ لو قل ال incidence rate، low incidence rate و few old cases، الحالات القديمة قليلة و some of affected بيرسون، الناس اللي جالها المرض دي طايد ماتوا، فعرف ان المرض دوت هو هايلي فاتن قاتل. اسف، هو قاتل بس مش منتشر بسهولة. تمام. بعد كده المورتاليتي ريت، مورتاليتي ريت اللي هو معدل الوفيات، هيتكلم عن الكرود ديس اللي هي معدل الوفيات الطبيعي او معدل انتشار الوفيات، هيكون number of all deaths على mid year population at risk في 1000، عدد الناس اللي توفت على متوسط عدد الناس في 1000، فاعرف الناس اللي ماتت ديت ماتت قد ايه. تمام. لو انا بقى بتكلم عن cause specific deaths، ناس عندها مثلا سبب معين هو اللي خلاها ماتت، يبقى انا هعد الناس number of cause specific deaths، الناس اللي ماتت بسبب الموضوع ده على ال mid year population at risk، متوسط الناس في خلال السنة في 1000. حتى الآن القوانين سهلة اهي معانا. تمام. بعد كده هيتكلم عن age specific deaths، لو عدد الوفيات في سن معين، يبقى انا هاخد ايه فوق؟ number of recorded deaths for individual in certain age group، لجروب معين من العمر، فئة عمرية معينة، على متوسط الناس خلال في نفس السن. تمام. في 1000، يعني مثلا انا عايز اعرف نسبة وفيات الشباب في سن 35 سنة، هاخد كل اللي ماتوا وهم عندهم 35 سنة على عدد الناس اللي عندهم 35 سنة فعلا في البلد كلها في 1000. تمام. ال infant mortality، عرفنا ان ال infant هو اول سنة، يبقى انا هاخد number of deaths in first year of life على ال number of registered live births، على عدد الاطفال المسجلين احياء في 1000. تمام. بعد كده هيتكلم عن، طبعا ده كله شرح كده طبيعي عادي، ايه هي بقى ال 3 condition well presented، ايه هي الثلاث حالات اللي انا هتابعهم عندي؟ هتابع الاول الانفلونزا، هتابع الدفتيريا، هتابع الفيرال هيباتيتس. تمام. اول حاجة عندي الانفلونزا، نعرف انواع، اعرفوا اسامي بس، انفلونزا طبيعية و severe acute respiratory illness اسمها الساري. تمام. نيمونيا، افيان انفلونزا دي اللي هي بيتقال عليها البرد فلو، انفلونزا الطيور اسمها افيان انفلونزا، نوفل كورونا فيروس اللي هي الامراض التاجية زي ما ظهر عندنا كوفيد 19. كوفيد 19 هو نوفل، هنا بيقول لك ان هي سلسلة اوف كورونا فيروس. كوفيد 19 ورقم 19، من فئة كانت تتكون من 19 فئة زيه، ظهر قبل كده السارس والميرس في السعودية، ظهر عندنا حاجات كتير. تمام. بعد كده هيتكلم عن الإلي اللي هي انفلونزا لايك إلنس. تمام. بيظهر فيها الاوت بيشنت عنده ايه؟ فيفر، عنده 38 درجة الحرارة بتاعته، وكف،
وذ نو اذر كوزز، هو ما عندوش اصلا اي عدوى في الصدر، ما عندوش اي سبب تاني يخليه يكح ودرجته تعلى. فاحنا بنقول ان انت عندك انفلونزا، عندك دور برد، روح اتعالج منه عادي، الدنيا تمام، مفيش مشكله. تمام. الدفتريا، الدفتريا هي ابر ريسبيراتوري تراكت إلنس، مرض في التراكت التنفس اللي هو الممر التنفسي العلوي، بيحصل بسبب كوريني بكتيريوم ديفتيريا، هيظهر بعد كده الاختصار بتاعها سي ديفتيريا. تمام. البروبابل كيس اللي هي المحتمل بتاعها بيكون عندي المريض دوت عنده ممبرين اوف نوز فارينكس تونسلز واللارينكس، بيبقى فيها عنده طبقة بيضة كده مغطية عنده المناخير والحلق والمريء، او المريء كده بيظهر برضو من الفم واللوز. تمام. absence of laboratory confirmation، عنده laboratory confirmation اللي هي مثلا بعمل له التحليل بتأكد ان هو عنده التهاب، في عنده ارتفاع في كرة الدم البيضاء وبتاع الكلام ده. look of epidemiological linkage of laboratory confirmed case of diphtheria، ان انا بقى ايه بحوله ان هو يعمل لابوراتوري عشان يبقى كونفيرمد. الكونفيرمد بتاعها هيكون عن طريق ايه؟ اول حاجه ايزوليشن اوف سي ديفتيريا فروم النوز اور ثروت، باخد مسحه من الكلام ده، مسحه من الغشاء الابيض اللي اتعمل ده. هيستو باثولوجيكال دايجنوزيس، ببحث في التشخيص بتاع المرض عن طريق البحث اللي هو المسحه والحاجات دي. ابيدميولوجيكال لينكج تو لابوراتوري كونفيرمد، خلاص كده اتاكدت وحولت ان هو بقى عندي confirmed. إيه بعد كده بيقول لنا الكلينيكال ديسكريبشن بتاعي هيكون اول حاجه كاركترستيك باي سور ثروت، زوره مجروح، لو جريد فيفر، درجه حراره مرتفعه بس ها حاجه خفيفه مش مرتفعه قوي، ممبرين اوف تونسلز فارينكس نوز وزاوت اذر ابيرنت كوز، وما عندهوش اي مرض تاني. بيعرفوا مين او مين اللي بيحدد حاجه زي دي؟ الهيلث بروفيشنال. تمام. اللابوراتوري بتاعتي هيبقى الايزوليشن اوف سي ديفتيريا، ده مش مهم اللابوراتوري على فكره، ما بيجيش من الامتحان. كلاسيفيكيشن بقى بتاعي هقسمها لحاجتين، اول حاجه البروبابل وكونفيرمد، الجزء ده مش مهم. تمام. ليه؟ هو نفس الكلام اللي فوق، ان هو بيقول لك في البروبابل هي كيس ديفينيشن isn't laboratory confirmed، انما في الكونفيرمد هي ديفينيشن as either laboratory confirmed، الكلام اللي هو احنا قلناه فوق ان هي الحاله عملت لها تحاليل ولا ما عملتلهاش تحاليل. تمام. الكلام ده كله كشرح وكلام بقى بيتكلم في الدفتيريا وظهرت عندنا ازاي ومش عارف ايه وبتاع. بعد كده دخلنا في الحاله الثالثه وهي الفيرال هيباتايتس، التهابات الكبد الوبائي، بيتقسموا لثلاث حاجات مهمين عندنا A و B و C. تمام. الكيس ديفينيشن بحدد الحالة ديت عن طريق ان هي suspected، هي خلاص انا محتمل ان يكون دوت عنده التهاب كبدي وبائي عن طريق ان هو عنده acute jaundice مصفر، جسمه مصفر yellow eye و sclera و skin و dark urine و severe nausea، بس ده كله with or without fever، يعني يا اما درجة الحرارة عالية او مش عالية، loss of appetite، بين ان رايت ان رايت ابر كوارتر اوف ابدومين، ازاي ده في اللور؟ لا هي في الابر. تمام. بيقول لك ان ده كله كده انا اتاكدت ان المريض دوت عنده مشكله في الكبد. ايه هي المشكله؟ لسه ما جبتهاش. البروبابل هيقول لك ان هي السيم ساين والسيمتومز، بس هتزيد عندهم ايه؟ انكريز في الالانين امينو ترانسفيرز، بلاش نقولها ونقول ايه ال تي والليفر فانكشن انزايم، عملت له تحليل وظيف كبد طلع عنده ايه؟ التهاب كبد وبائي. الكونفيرمت بقى أأكد امتى؟ عن طريق الإلايزا، الإلايزا ده التحليل بتاع الكبد الوبائي. وبالنسبة للاي هيبقى ان انا هعمل له انت اتش اي في اميونوجلوبين انتي بوديز، وبالنسبة للبي هعمل بي كور انتيجين، وبالنسبة للسي هعمل نيجاتيف. في الحالة اللي هي البروبابل فيرال هيباتيتس هيظهر عندي نيجاتيف وبوزيتيف، بيظهر عندي الاتنين مفيش مشكلة، يعني الشخص ده طبيعي خالص ان انت لو عملت له التحاليل
يظهر عندك ان هو عنده او ما عندوش، بس انت عارف ان هو عنده خلاص، انت عملت له التحاليل كلها وبقيه الحاجات طلع عنده فعلا فيروس سي. تمام، الجداول دي كلها كده شرح كلام سريع. الاتريبيوتد او اتريبيوتابل ريسك مش محتاجينه. تمام، بعد كده هيتكلم عن رعاية الماتيرنال والفيرتيليتي، رعاية الأنثى والتخصيب. تمام، إيه أول حاجة نعرفها؟ الماتيرنال مورتاليتي ريشيو، نسبة وفيات النساء. طالما قال ماتيرنال يبقى هي متعلقة بالحمل والولادة والكلام ده، فبيقول لك هي نمبر ريكوردد ديس، احنا قلنا مورتاليتي يبقى موت، ديس ريليتد تو بريجنانسي الحمل، ليبر ولادة، او بريبيريم اللي هي فترة النفاس، على اول ريكوردد لايف بيرسز عدد اللي تسجلوا كلهم احياء في 1000. تمام، ايه بعد كده الكرود بيرث ديس اللي هو الناس الاطفال اللي ماتت، هو نمبر اوف ريجسترز بيرس، عدد الأطفال اللي اتولدوا على متوسط عدد السكان في 1000، اللي هم عدد الأطفال اللي ماتوا على عدد ال لا 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 آسف آسف آسف، عدد الأطفال اللي اتولدوا فعلا صح على عدد السكان في 1000. إنما general fertility rate اللي هي ايه بقى؟ معدل الخصوبة العام. ده بيتحسب ازاي؟ بتحسب عدد الريجستر بيرسز الولادات اللي اتسجلت على متوسط عدد النساء الفيميل اللي سنهم ما بين 15 لـ49، اللي هو السيدات او البنات اللي سنها من 15 لـ49، دول بيبقى دول فترة الخصوبة بالنسبة للأنثى. فهقسم عدد الولادات على متوسط النساء دول في 1000. ال age specific هيبقى المذر، تمام، 15 لـ19 سنة. ده مثلا، مثلا ان هو بيقولك لإيه، للفترة دي على عدد السيدات اللي فعلا سنهم من 15 لـ19 سنة في 1000، يبقى عدد البنات او السيدات اللي ولدوا وهم عندهم من 15 لـ19 سنة على متوسط عدد السيدات كلها في السن ده في 1000. لو غيرها وحط 30 و40 يبقى تحت 30 و40. تمام، بعد كده هيتكلم عن التوتال فيرتيليتي ريت، مش مهم ومش كاتب في قانون. وبكده نكون انتهينا من محاضرة الباب الخامس.